خير. الا هو عسكري نزلنا له بيعطينا مخالفه، والله ما يعرف يتكلم لغه عربيه. شفت الهنود عندنا؟ ليش انت في سراه لهالدرجه والشعب البحريني ميت؟ شغلين لي باكستاني مرور والشعب البحريني ما يجود لقمه عيشه. والله يا اخوان شوف فاكرين انتو يعني الشعب؟ والله مضطهد ميت، بموت هذا الشعب خلاص، قتلوه كثير منهم. الان قبل فترة متصل الى واحد من شهرك كان صاحبي، اسأل السلام عليكم شحوالك، ان شاء الله تشتغل الان، حصلت لك وظيفة؟ يقول والله يا اخوي ماكو وظيفة، انا جالس. زين انا جالس، يقول انا جالس ما عندي لا شغل ولا عمل. والله يا اخي انا ما ادري شلون اتزوج، شلون اسس روحي، باموت. هذول قتلونا في الحياة قبل ما ياخذ روحنا رب العالمين، ويريد الشعب يسكت. لا والله يسكت، هو ميت ميت، شو في فرق عنده يعني؟ وش اللي يفرق عنده؟ يقول في حديث، يقول عجبت، معناه لما يحصل لقمة عيشه وما يشهر سيفه، بمعنى الحديث لما يحصل لقمة عيشه قوت يومه ويشهر سيفه. شنو هذا؟ تريدوا يسكت؟ لا، من الطبيعي لكل فعل ردة فعل.